حفلة الكنيسة الأرثوذكسية بالأحد الأول من الصوم الأربعين المقدس الذي يسمى بأحد رفع الأيقونات، حيث تخصص الكنيسة هذا اليوم تذكاراً لانتصار الأيقونات المقدسة. وبهذه المناسبة ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل من غير حضور للمؤمنين، حيث جرى نقل وقائع هذه الخدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الختام قدم سيادته التهاني لجميع الأمهات باسم الكنيسة، متضرعاً نحو الرب الإله أن يؤهلنا لنجتاز شوط الصوم بكل أمانة بشفاعات وتضرعات أمنا الفائقة القداسة لننال كل بركة ونعمة من لدن الرب. أبنائي، اليوم كمان الكنيسة بتعايد كل أم من أمهاتنا، لأنه نحن اليوم منعايد أمنا الفائقة القداسة زي في كل يوم مكانة أمنا العذراء في حياتنا. اليوم عيد الأم، نحتفل بعيد الأم اجتماعياً، والكنيسة اليوم من خلال أبنائي بتعايد على كل الأمهات، وأمام هؤلاء الأمهات تنحني وننحني لأنهم هم المدرسة الأولى اللي منصلي لربنا إنه يساعدهم يكون بالقرب منهم، يعطيهم القوة والصبر والحكمة حتى يربوا أولادنا يكونوا صالحين وقديسين في زمن صعب ومستقبل مجهول. ولكن مع المسيح ما بيكون إجي مجهول. أبنائي، كل سنة وأمهاتنا بخير نعمة وبركة.